اذا عندي هلا هون تراكر بدي احسب قديش الزمن المطلوب واطلع منه الاكسلريشن. هلا هون هذا تي مش معروف، بدي اطلع انا هون عندي المساحه الكليه هذه هون بدي اياها باي على 4، وهذا الارتفاع هون 0.384 radians per second. مساحه المثلث شو لازم تساوي؟ نص القاعده في الارتفاع، فعندي نص في تي في 0.384 بدها تساوي الزاويه الكليه اللي هي باي على 4، فبتطلع تي. تي المفروض تطلع اكثر شوي من 4 سكند. 4.09 اوكي، نقول تقريبا 4.1 سكند. اوكي نطلع الفا هلا. الفا شو بتساوي؟ بتساوي في على نص تي. مفروض تي على 2 اللي هي 2.05، واوميجا اللي هي 0.384. اقسم الرقمين هلا هذول على بعض، 0.3 على 2 بتطلع تقريبا 0.384 عفوا على 2.05 0.1873 0.1873، وهذه radians per second square. هلا هذا على اي شافت احنا عم نحسب؟ على low speed شافت عم نحسب، مضبوط. هلا بدنا نحول كل شيء، هلا نرجع للهاي سبيد شافت عشان اطلع التورك من المحرك. فعندي اول شيء الفا، الفا كيف بدي احولها من هاي سبيد شافت للو سبيد، من لو سبيد شافت للهاي سبيد شافت؟ شو راح يصير بالسرعه لما تروح على الهاي سبيد شافت؟ باي ديفينيشن بدها تزيد، فبصير عندي الفا هذه هون الفا لو سبيد شافت، الفا هاي سبيد شافت بتساوي الجير بوكس ريدكشن ريشيو مضروبه في 0.1873. قديش تطلع هاي؟ هاي اللي هي 400 مش هيك ار جي؟ 400. قديش بيطلع الرقم؟ 75 مضبوط 400 75 مضبوط 0.275 بس radians second square. هي هذا الرقم. هلا عندنا هذه على اللو سبيد شارت، بدنا نحولها على الهاي سبيد شارت اللي هي اي توتال. فبدي هلا اي توتال على الهاي سبيد شارت ايش بدي اعمل؟ بقسمها على 46300 مش هيك، على مربع الجير بوكس ريشيو اللي هو قديش كان؟ 400 تربيع. والافشنسي شو كانت عندي؟ 0.75 مش هيك؟ ليش بيطلع هذا الرقم؟ 0.384 0.385. وهذه هون radians per second عفوا على كيلوغرام متر سكوير. نعم ليش ما حسبت على الوسبيد شافت تبع؟ بصير تحسب، بصير زي ما بدك بصير كذا. هلا راح يطلع معي، هلا صار عندي تورك المحرك جاهز بقدر اطلعه مش هيك؟ اللي هو عباره عن حاصل ضرب الرقم من هذول، اضرب 75 في 0.385 28.9 نيوتن متر. قديش كان عندنا الرقم اللي طلعناه احنا المره الماضيه؟ كان 23 24. هذا تصميم جيد. طيب احسب الباور شو استفدنا؟ طيب سرعه طلع معي 4 ثواني، طلعته ب 4 ثواني. قديش كان ياخذ معي بالاول؟ 55. هلا كمان راح تلاقي احتمال كبير انه الانرجي حسب طبعا ترتيب السيستم، انا كل مره برفع السيستم عم بحط فيه كينيتيك انرجي وبرد بضيعها مره ثانيه. هلا هون هذا بالانس هذا، فبصير الكينيتيك البوتنشال انرجي تتحول من هذا لهذا وبترجع من هذا وتضيع الانرجي. هذا ماتش مور افيشنت ديزاين. وتقريبا المحرك نفسه نفس المحرك بقدر اختاره، لانه اظن لما طلعنا كان اصلا اصغر محرك كان 11 كيلو وات. مضبوط؟ متذكرين كان 11 كيلو وات كان يعطيني تورك على من هيك حوالي 50 او 60 نيوتن متر. اختار